يا مرحبا الساعة، يا أهلا وسهلا. الحمد لله، الأوضاع مستقرة والأمور هادية. أنا أدري أنا سويتك أصلا. نحن شفنا هذا قبل، خلنا نشوفه. لا ما شفنا هذا، بس فنان والله. بس أحس إنه يشبه أول واحد، بس شوي وياه في حصة. هي حصة قلت. زين وين ترانسبورتي مالي؟ لحظة، لازم All hail the Dragon King. The Draconlex. Sounds so intimidating, but it's just a plant eater. However, just in case they do rule the earth again, okay. Don't tell them I said that. خلنا ناخذ مهمة. لحظة، لازم يكون حارب حار. بعد كونتراكت هني. An unearth high quality fossil. اوكي. تعال شلو هذا. سلك ديستنيشن. عقو هني خلونا نشوفه. ترانسبورت or sell unconscious dinosaur and remove dead dinosaurs. اوكي المشكلة، خلي عقونا هني بس مكان نشوفه. شوف دامي دخلنا فلوس زين. حاليا محتاجين مصادر دخل والله صراحة، يعني برأيي من الديناصورات عادة فلوس تي مشكلة. طيب بطير اخر الدنيا، حط له هني اسحبه شوي. قاعد تسوي لي فيها قضية انت بعد. واقول لك انا انزل اقول لك. والله ترى اللعبة تجيب ادمان على فكرة، لعبة تخلي الواحد يدمن. نزل خلصني. نزل 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 نزل. نش هذا انت التيون اظني اول ما تنخله خلاص على طول. شو اوتوماتيك يقوم اول ما ينزل، يقوم مكانه، فلازم نبيعه دايركت. لحقه لحقه. تي ترانسبورت هليكوبترز مش قادر يرشها. Are you sure؟ 70,000. يس والله نقدر نسوي البيعة، ترى نقدر نسوي تجارة الوضع. خلنا نسوي لنا واحد ثاني. والله ما يسوى أي تجارة في الموضوع يا أخي. نص السعر تجارة في الموضوع، نص السعر يا حبيبي. خلنا نسوي ريسيرش يا عمي. جينيتك ريسيرش. ما بسوي هذا، انا بجيب فصل زيداد بس مش قادر. هاي بقى 2 مليون الهايس. 2 مليون كلام عن 2 مليون 300,000. هاي شو مال ابرا بكتيريا هذا. You got a knack for solving problems. سول ديناصور دلوقتي. اوكي انا طرشتهم، انا ما طرشتهم كان طرشتهم. اوكي فوتوغراف هذا بسوي له باند. اوكي هلا نسوي نيو كونتراكت اول شيء مع انترتينمنت اجين. This opportunity is solid and can really help the entertainment division. So please consider. اوكي بس مشكلة انا ما عندي ديناصور اصلا. اوتش باند انا هذا ما ابغاه. يبغالي دقيقة. اوكي تعدل شوي لين كمالي.
شو السبوتاج؟ ليش سبوتاج عندي؟ When we have power problems, bad things tend to happen. I prefer they didn't. So how about making sure your buildings have the power they need? أنا قاعد أبني. مو مسوي سالفة حق الباور أنا. مو مشكلة. ليش سبوتاجت؟ السؤال ليش سبوتاجت؟ تقول هال باور اوت هذا يسمونه ما ادري شو. لحظة خلنا نسير نصلح. وروين صح؟ لازم أمني ولا بعد سوي. نبي بوتن بروجرس يلا. Sabotage resolved. نبي بوتن بروجرس عشان أوركن جين. أوكي ممتاز. أهم شيء مكان عندي. ديناصور الزفت اللي بالعيد. هذا أهم شيء في الدنيا. عندي فوسلز. إيه عندي فوسلز. وزل. سل ما أبغى. ريسيرش نبقى دوغ ستيشن سبريسنج دين ونكريز ريزيرينس نبقى ريزيرينس ما عندنا تيم واحد المفروض يكون عندي تيمز عندي جزيرتين مفروض صح ديسكارد اظن انها سبت الكهرباء ولا تو اكسبنسيف الوسخ ان كامينج ستور نيو بينوم ان فاليبل اوكي هذا 52% تشانس هاي المصيبة العظمى اوكي ممتاز قاعد نخلص مهمات رين مور اكسبيديشن سنتر ريكويرد اوكي يعني اروم ابن اكسبيديشن سنتر ثاني الحين كم 10,000 وورث 10,000 في ستورم بيننا ان شاء الله ما ينكسر شيء ان شاء الله ادى يعني only one exposition center may be constructed per island ويقول لي you need more exposition centers هني الوضع قام مستوي شوي معقد عندي خلنا نصلح هذا اخترب خليه يصلح ما فينا يخترب و تسوي لنا مشاكل في حياتنا بعد ما فيه صراحة landscaping pathing control room أجل تاكن لوكت على 3 ستارز المشكلة مش هنا أنا قاعد أفكر في شو We don't always get offers like this. Consider it carefully. Make
from said items found in the expedition. Okay, مو مشكلة هذا بسيط. بروح على كاميرا تنوي. مهمات. Entertainment أكيد. Incubate hatcher list for new dinosaurs. Okay. بنسوي الديناصور الستاندري. إن هذا وايد غالي. بعدين هاي السكسس تشانس مالهم عالي يعني مش مو بكثرة يعني. هاتوا عبال أكل عبال أكل أرتيم ريسيرش سنتر فيو ريسيرش نبا فلوس أوكي حسب لي تو ريسيرش سنتر هاي هذا حسب لي تو ريسيرش سنتر ذاك بيفتح لي هذا شكله على الجزيرة الثالثة ثلاثة ريسيرش سنتر لان احنا الحين اثنين ريسيرش سنتر صح ذاك شكله بيحسب لي على الجزيرة اللي جاية مو بهذا 95% وايد بعد شو الاكسبيديشن سنتر هاي يقول ريكويرز مور اكسبيديشن سنترز معناها هذا الجزيرة الثالثة برموديها نفس ما فتح لي داد على منو على الجزيرة الحالية عرفتوا بروفيت فروم اكسبيديشن سيلز 150,000 يبا ريليس داينوسورس 2 اوت اوف 4 انكيوبيت اثنين غير تو اكسبنسيف عادي يا هاي جاز بيجز بس بيدخل عندي فلوس مو مشكلة مش خوية يعني الوضع حاليا هالمشكلة يمكن وضع شوي آمن مش ريسكي اذا ما اخذ الريسك اوكي يكون شوي ملل بس بعد يباله شوي ها بوش لين الجزيرة الثالثة بوش الجزيرة الثالثة ما بيستوي بدون فندق والفندق بكم 600,000 750,000 يعني انسى زمانك في بيت ديناصور شو الديناصورات اللي عندي لحظة ايوه في جينوم للايبراري عندي هذا انكلتوسورس سيتروسوسوس فونسوسوروس دنكروسوس هاي الكلهم يبون الهم هاي ترى والله شو هذا كله اوكي بيت خلصنا كم واحد باقي لي بس اسوي ريليس حق هذا هاي التري خلص مصيبة مصيبة المصايب مصيبة المصايب روح Reputation reward. Visitor bill. شو الفيزيتر بيل اليابانية؟ نيو. عجيب حل العب. خلينا نحط على الجبار مالنا. ما في مكان؟ لا في في مكان شارع دكاكين شارع دكاكين شو اللي اخترب عندي؟ ديناصور مات مسكين لا مش ديناصور مات ريليس بروكن بويزننج ميديكيت ها
هذا شو يسوي؟ بويزنينج. آسف صديقي ما عندي ريسيرش الحين، خسرت فلوس لجل عيونك أساس إني أسوي ريسيرش. Good ship, keep up the good work. 40,000 كنا واصلين 100 ومدري كم ألف هناك. نحن لو كملنا هناك عس كان أحسن والله. أنا شكلي بتنفى الجزيرة خيم، بس بعد ما ينفع ترى، لأن ليش؟ تشوفوا هني مثلا مش انكلوزرز كان في الأوبريشنز، ما أقدر أحط ريسيرش سنتر شو ثاني. يعني كل جزيرة قاعد يحسب لي شيء، ما أعرف يمكن إكسبيديشن. أنت لو سمحت لا توقف، في شيء فتح عندي شو؟ هذا نبوهم الانسراتيدات. تعال التاسك، تعال عالج هذا المسكين، تعال عالج المسكين. يوه يا الزحمة والله، علي زحمة. هذا فاضي قهرني شوي هو، بس احسن نكون فاضي. ستورم ديفنس ستيشن، خلنا نحمي نفسنا ضد العواصف دام ان عندنا فلوس. تستوي لنا قضية لها اول ما لها اخر. اذا كيف بدخل عقب؟ ما بروم ادخل، خلنا نحطيه هني طريقة رومانسية بين البيبان ونوصل بشارع. سبستيشن يباله، بنحط سبستيشن مرة هنا. خلى تشوفون الناس أحسن أساس إنه يحسون بالأمان. ما يقول استوي عاصفة بنتوهق، لا يعني يحسون شوي أمان. كونتراكت ريتشان عندنا كم بير مينتس؟ أوكي والله هو تارجت 100,000 الصراحة بير مينت، بس not as easy يعني. مش شوف يا مايل رينجر تيم، no problem. Task received. كلهم بويزنك، شو السالفة؟ سك شو براكن بويزنك. هذا شو في أكل؟ هاي في أكل، خلي يصير. تعال خلينا نعالج الديناصورات. وين صار ار يا حبيبي؟ تعال خلينا نعالجكم. ادوك يا حبيبي، شد الدرولة تعبانة. تعال واحد خذ دواك، امسك دواك، لا ارقد علي سك، امسك دواك اقول. الله بعد ما يبغى دوا، بعد تخاف عليه وما يبغى دوا. ها شو زين هذا السل. There is no market demand for this type. ما في ماركت ديماند، دق ريسيرش اسوي لك. خلاص سوي له ريسيرش، ما حد يبغى شكله. تعال هني انت احسن شيء اصلا، تعال 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 افضل شيء انت هني. 3 ستارز الحين، الهدف على اساس ان احنا نوصل منه فندق، بس شكل الوضع الفنادق صعب. هاشي يبغى هاي بانا بيع 150,000 أساس إنه يعطيني 50,000 يعني. هاي أصلاً المهمة دخلت لي 200,000، هذا أصلاً ما عندي، ما بعور راسي وياه. أوكي شو بعد؟ شو بعد يبالي؟
ألف أقرب يعني 100,000، مش وايد بعيد، مش بعيد أبدا 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 أبدا، مش بعيد. زين حطي لهم نيو جنوم كومبليت. حلو، استوى عندي سبيشيس جديد كبير ديناصور. غاليات، المشكلة غاليات غاليات. وملوا العالم أظني من هو نفس الديناصور، يجيب المرض شوية بصراحة بصراحة يمرض. Use expedition center to unearth small or medium herbivore. اوكي هذا جاي في الدرب، راجع لي الحين. ها راجع لي الحين. بيب 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 بيب. اهم شيء شارع المحلات، هذا شارع الدكاكين، شارع الدكاكين هذا مضبوط والله. اظن هاي اللي دخلوا لي فلوس اكثر من شو اسمه نفسه 8000. يبانا دكان زيادة عيال، دكان زيادة. شو نحطيه؟ نحطي مطعم، بس نحطي مطعم وين؟ نحطيه هني ولا هني؟ هاي وين سايرين؟ شو يسوون في الاسيو سنتر مالي؟ سبيله وشو؟ ما ادري، بس هذا مشروع، مشروع في اكسبيديشن ماب. اوكي وصل. وين صار هذا؟ رجع. الحين بيقنعني هذا يمشي قارة كاملة بهليكوبتر؟ الهليكوبتر ما يمشي 200 300 400 كيلو، وايد ما ادري. وينكم؟ نزلوا لي كاش. هلا ابوي بالكاش كله، هلا لعبتي الكاش. تعالوا This is a side hustle that we should get behind. The brain aging. زين اصلا ما عندي هذا ستارت موسوس، هذا ما عندي اصلا. تري كونتراكت جديد ميشنز اصلا ما عندي، اصلا مش موجود. زين وين المطعم؟ شو ندرب يعني؟ خلي يحصلوا لهم عصير بارد شيء. شو كيف افكر في الزوار؟ انا والله انسان محترم، لازم لازم يون هني في السبستيشن. هاي السبستيشن موجود، ها بعد بيرفع البروفيت مالي شوي شويتين، مش شوي. انا حتى ادينا صورة عملنا فلوس سوينا. انا باك انت من بين الناس، انت فنان. هالمكان صغير عليهم، احسها قام يستوي بيضربون على كل بعد. خلهم يضرب، مشكلة خلهم يتناقعون، أقول أحسن. ها شارع الدكاكين خلصناه الحلقة هاي. المهم شوفكم حلقة جاية في غير شارع الدكاكين إن شاء الله، ونسوي أكشن جديد. ثانك يو على متابعة السلسلة العجيبة هاي، والسلام عليكم ورحمة الله.